عمل الجاد وبالكفاءة في العمل، ان انا اوصل بقى الى النتائج المستهدفة حتى اتجنب النتائج السلبية اللي ممكن تكون مؤلمة جدا لا قدر الله، لا قدر الله، اذا لم يتم الاداء بالشكل الصح. فلما اجي انا اقول بقى ايه، طب تعالوا نقيم مع بعض الجهود اللي تمت في منذ تم التعويم في مارس الماضي، وقلنا جات لنا رأس الحكمة وكانت قبلة حياة زي ما كلنا كنا متفقين واتكلمنا، وقلنا الحمد لله ساعدتنا ان احنا نعمل استقرار في سعر الصرف، وان خلاص هنبتدي بقى مرحلة من العمل الجاد حتى نؤمن عدم حدوث هذا. والاقتصاد المصري يمتلك طاقات هائلة للنمو، خاصة انه رغم ان مشروعات البنية الاساسية كلفتنا كتير جدا، ولكنها بتدي فرص هائلة لنقلة اقتصادية كبيرة للاقتصاد المصري. وبالتالي هنا زي ما تكون دفعت مبلغ كبير قوي، فيعز عليك انك ما تستثمروش لصالح بلدك ولصالح الناس. فهنا يكون السؤال الجوهري، ما هي المؤشرات اللي لابد ان احنا نركز عليها، وكيف نؤمن ان يكون المسار الاقتصادي في الاتجاه الصح للوصول الى الاصلاح الهيكلي. اول نقطة انا بأوصي بيها جدا جدا تتبع التدفقات الداخلة والخارجة من النقد الاجنبي والمسببات وراءها. يعني انا النهارده الحمد لله تحويلات المصريين العاملين في الخارج هتبتدي تستقر، طالما في انه في سعر واحد دي حاجه كويسه، لكن طبعا قد اطمح في ان انا اجذب المستثمرين او اجذب المصريين اللي في الخارج الى المشاركه في الاستثمارات بنقل تكنولوجيا وضخ دماء جديده لتطوير تكنولوجي يواكب التحولات الكبيره اللي بيشهدها الاقتصاد العالمي. فدي نقله اخرى مش هتحققها المؤتمرات اللي بتتم فقط، مع احترامي لهذه المؤتمرات، ولكن تحققها انه يكون في مناخ سليم وثقه من هؤلاء المستثمرين. انا عايزه اقول لك استاذ مصطفى، انا اعرف ناس كتير جدا من قرايبي ومعارفي وناس كانوا معايا في الجامعه وصلوا لمناصب كبيره جدا ولمستويات من التقدم التكنولوجي على مستوى عالي جدا في كل دول العالم، ويسهموا في نهضه دول العالم. ومش ده مش كده بس، دول حاولوا يجوا بلدهم، احنا عندنا انتماء، احنا عندنا انتماء وحب لبلدنا، حاولوا يجوا بلدهم وحاولوا ينقلوا العلم والخبره الى بلدهم. مش عايزه اقول لك اكتر من 99% من الناس اللي انا اعرفهم رجعوا تاني محبطين وفشلوا في تحقيق ده. فيبقى ده بيحط لي علامة استفهام، وانا سافرت دول العالم كلها وقابلت ناس كتير، ده بيحط لي علامة استفهام على هل من الممكن اغير ده؟ هل من الممكن جهاز اغير الاداري اغير طيب هنجاوب